أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رزقت بابن وسميته باسم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأنني أحبه لمكانته في السنة، وفي بعض الأحيان أدعو ابني هذا بقول له ابن عمر بدلا من عبد الله، فهل هذا الفعل صحيح؟ ادعوهم لآبائهم، قول الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم، ادعوه لأبيه ولا تنسبه إلى عمر. أما كونك تسميه عبد الله ما في معنى، أما أنك تقول ابن عمر وأنت ما أنت بعمر تنسبه إلى عمر بن الخطاب هذا لا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.